سيبريل ام سي يو تعيش ازمه كبيره اليوم من ازمه نتائج، راهي في مرحله انتقاليه، لكن مع الحكام الله يهديهم. ضمن الحكم تاع اليوم سرق المباراه، سرقنا يعني سرقنا، خان الميتي تاعو، هذا خاين الميتي تاعو. حنا لا مان دابوي وعاد يتحسب بينالتي، ماناش فاهمين انا الامور هذه. من المره اللي فاتت مع بسكرا كانت لدينا ضربه جزاء، لكن ما تكلمناش على الحكم سلطاني. اليوم هذا نظن حكم ضعيف، وكان نظن الى ديسيدي في الـ في الـ في, الـ في نتيجه المباراه. بوان نوار بالنسبه لمولودي توران سي بري، حنا عايشين مشاكل كبيره. وضيف على ذلك اربيتر كيما تاع اليوم، ما عندوش مستوى يا اخي. اذا كان ما تعرفش قوانين كره القدم تويكيت يا صاحبي، هذا ما كان اعطينا حقنا فقط. انا ما نتكلمش، وفاقصتي فريق كبير طبيعه الحال عنده متمركز منيح في الترتيب، لكن اليوم ظن ضيعنا يعني نحنا حق اللاعبين. يعني تشوف اللاعبين يعني منهارين في بزاف، كنا نقدروا نخسروا مباراه بعد لو ما كانش ضربه جزاء عادي جدا، لكن كثره الاخطاء هذه مع مولوديه وهران كثرت.